السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه، يا ربي تكونوا على خير، الاحوال ديالكم تكون مزيانه باذن الله. رمضان ها هو مشى صراحه دغيا دغيا، والحمد لله العيد ها هو جاي، وكل واحد وعنده الطريقه ديالو كيفاش كيحتفل به. انا بالنسبه ليا اول حاجه بديت بها هو التنظيف العميق. الحق ما درتوش بوحدي، اكيد كان العوين، وانا تكلفت بالزرابي. زرابي البنات باش تحافظي عليهم ما تصبنيهمش بزاف، وقد ما لقيتي طرق بديله ديال الصابون ديريها، كتربحي الصحه ديالك وفي نفس الوقت حتى الزربيه ديالك كتبقى تبان جديده مده اطول. اليوم غادي نديرو واحد الحلوه اللي اكيد ضيقه من عند ماماك ولا جدك، كتجي بنينه بزاف. غادي تاخدي 250 غرام ديال الزبده ديال العبار، غادي دير عليها كاس ديال السكر سنيده فاني، وغادي دير عليها قبيصه ديال الملحه. الزبده البنات خاصها تكون على درجه حراره المطبخ. غادي نحاولوا ندخلوا كلشي المقادير مع بعضياتها. بعد غادي نزيدو كاس ديال الزيت ما يعادل 150 غرام ديال الزيت. كذلك البنات غادي نحركهم حتى ندخلوا المكونات مع بعضياتها. غادي نزيدو 6 ديال صفار ديال البيض، وغادي نحركوهم مزيان حتى ما كيبقاش يبان داك الصفار بالمره. دابا عرفتوني الحلوه اللي كنهضر عليها، الحلوه ديال صفار البيض. انا متاكده اغلبيه المتتبعين غيكونوا ضايقينها، انا درت لكم الوصفه الحقيقيه البلديه ديالنا. كتجي الكاطو رطبه بزاف وبنينه. دونك بالنسبه للفورس اللي هو الدقيق الابيض، غادي نحتاجو منه 700 غرام تقريبا، وما غاديش نساو الخميره ديال الحلوه اللي غادي نزيدها كذلك، اللي غادي نحتاج منها 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. كنحركوا المكونات كاملين، والعجينه كتعود بهذه الطريقه، وغادي نكونوا هاد الكرات بهذه الطريقه هذه. وهالكاطو ديالنا وجدات، كتبغي البنات طياب على عافيه اللي يكون مهيل، غنشعلوا عليه من التحت على درجه حراره ديال 170 دوغري حتى كتقاد لينا شويه، ومن بعد كنشعلوا عليها من الفوق المده ديال ما با دقيقه، لان ما خصهاش تكحل ولا تحمر ولا يبان فيها شي لون، خاصو يبقى اللون ديالها غادي الصفوريه الخفيفه. وهذه هي الكاطو ديالنا بعد ما وجدات، دونك غادي نخليوها تبرد وغادي نمشيو نوجدو المكونات للتزيين. للتزيين غادي نحتاج انا الشوكولا، غادي ندوبها في الميكرووند، الا ما عندكمش غديري حمام مريم، غير هو خصك تبقي تحركي اشاك باش ما يتحرقش لك الشوكولا وتجي مره.
اما بالنسبه للميكرووند فالطريقه كيفاش تذوبي فيها راها سهله. اول حاجه كديري الشوكولا على 30 ثانيه، من بعد كتجبديه وكتحركيه مزيان وكتعاودي تدخلي الميكرووند على 30 ثانيه. الا كان عندك الشوكولا بزاف كتبقي تعودي هذه القضيه حتى كيذوب لك كامل. بالنسبه لي انا كفاتني جوج مرات، درت المره الاولى والثانيه وحصلت على هذه النتيجه هذه. كذلك للتزيين غادي نحتاج التونيك اللي غادي نوجدو بهذه الطريقه هذه. تزيين البنات كناخذوا الكاطو ديالنا كنغطسوها في الشوكولا ومن بعد كنديروها هنايا وكنحصلوا على هذا الشكل. بامكانك انك ديريها كذلك خفيفه. المهم ان البنات هنا راني زوقتهم ثلاثه ديال الطرق، واحده كتكون خاويه ما فيها حتى حاجه، فيها فقط الشوكولا، والثانيه فيها شويه ديال بيمو، والثالثه كي كتشوفوا راني دورتها كامله. طريقه الاحتفاظ عليها سهله بزاف. بالنسبه لي انا كنجيب بواطه ديال الزاج اللي كتسد مزيان وكنسد فيهم بهذه الطريقه هذه، وهذه هي الكاطو بعد ما قطعت على جوج بتشوفوها من الداخل. البنات كتجي رطبه بزاف وبنينه بزاف، جربوها ما غاديش تندموا عليها. ودابا غادي ندوزو لتاني كاطو محبوبة الجماهير، ريش بوند اكيد كتعرفوها. اول حاجة غادي نرشو الملح باش يجي داكشي بنين. تاني حاجة غناخدو 4 ديال البيضات، من بعد نديرو ملعقة ديال الحامض اللي حنايا حكيناه، وكذلك كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام ديال السكر. غادي نحركو كلشي مزيان، وحنا كنحركو غادي نزيدو كذلك الزيت. بالنسبة للزيت البنات غنحتاج كذلك 150 غرام ديال الزيت، دونك كنخويه وتنحرك باش كيجينا داكشي متجانس. من بعد غادي نديرو فوق منها الدقيق وكذلك الخميره. بالنسبه للدقيقه البنات انا كفاتني بالضبط 500 غرام ديال الدقيق، والخميره البنات درت فيها خماره ونص. عندي الخماره فيها 8 غرام، نص ديالها هي 4، دونك 12 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. غنحرك مزيان وغنجمع كلشي ونتلاقاو ونشوفو حتى تما. بغيتو ريش بون تجيكم لاصقه وحده حدا وحده، يستحسن ديروهم صغار من هذه اللي وريتكم. اما الا ما فيكمش ما تمحنوا راسكم بحال فكندير وحده اللي كتكون هكا شويه كبيره. غادي ندخلها للفران كيكون بارد، غنشعل عليها من التحت، نخليها حتى تنفخ شويه ومن بعد نشعل عليها من الفوق، لان حتى هذه اللون ديالها خصو يبقى الصفار الخفيف اللي غادي البيوضه. دونك حنا الحلوه ديالنا راه كتوجد، غادي نمشي نوجد الكونفيتور. هنا درت ديال المشمش، يعني ما يكونش فيه دي مورسو، يكون سائل، وغنزيد معاه جوج معالق ديال الماء ديال الزهر. غنحركو مزيان، وباش تجيك الكاطو رطبه بزاف السر هو كالتالي: كتخلي داك الكونفيتور والماء فوق العافيه وتديريهم على عافيه مهيله، وكي كتجبدي ريش بوند كتحطيها فيها وكتبقاي تحركيها تقريبا مده ديال 5 دقائق، عاد كتهزيها وكديريها فوق الكوكو، عاتو كتجي تذوب في الفم البنات. وكنتوما شفتو مكونات بساط والطريقه سهله بزاف، وكاطو بنين ديال الدار، نقي وزوين وكيفكرنا في ايام زمان. دونك جربوا هاد المقادير وردوا عليا. كنحتفظ عليهم بنفس الطريقه اللي درت الكاطو الاولى. انتما شوفوا الداخل ديالها كيفاش كتجي، راه تجي رطبه بزاف. غادي نحتفظ عليهم في بلاصه باينه باش هكا في الصباح اللي بغى يشرب معاهم اتاي ولا فقيته ديال الكسكروت، لان راكم عارفين رمضان هو غادي، وهكا كيبقاو زوينين لدواز اتاي.
ودابا غادي نمشي باش نحط الطبله ونحط هكايا الكاطو باش ان شاء الله مورا الصلاه ديال العشاء نجلسوا هكا فوق الطبله وندوقوا الكاطو ديال العيد. غادي ندير البنات هاد الطبله اللي سولتوني عليها بزاف، هادي راه خديتها من عند واحد تريتور حدانا، الثمن ديالها تقريبا 250 درهم. غادي نفرش عليها هاد لاناب اللي من لوغونزا غلاسي وداير بالعقيق، هذا راه صبن ورد ولا بريونز ديالو راه ما كتمشيش بالمره، خديته من عند الامينهم. غنزيد عليها كذلك هاد لاناب اللي كتشوفوا في اللون الابيض ومطروزه بالنحاسي والارجنتي، الشكل ديالها خفيف وموديرن بزاف وعندها بزاف لي موتيف، واحد كينستيك في واحد، كيجيو معاه 12 ديال السريبتات اللي تا هما فيهم النحاسي والارجنتي. من بعد البنات غادي نحط النيات ديالي والبراره، راه ما عامرينش غنخلي حتى مورا العشاء هكا ونعمرهم ونشربوهم وندوقوا الكاطو. الريحه ديال الكاطو في الدار انكرويابل، وهذه من الحوايجات الغزالين فاش كيقرب العيد، وانك اي دار دخلتي لها الا وكتشم الريحه ديال الكاطو، فالله لا يحرمنا من هذه الفرحه والله لا يحرمنا من العادات الغزاله ديالنا. بما ان اليوم شفتو كان فيه الكاطو وكان فيه التخمال وكانت فيه شحال من حاجه، فبالنسبه للفطور غادي ندير اسرع واسهل حاجه اللي هي الكفته، اللي غادي نديرها على الطريقه بحال اللي راها مشويه مع المطيشه والبصله. تاخدي البصله وكتاخدي مطيشه كتوضعيه في المقله ديالك مع الزيت مليحه وكتخليه يطيب. باقي كنعقل قلت لكم بنات نخليو المطيشه والبصله حتى يسخفوا، البنات ماتوا بالضحك. حنا راه فعلا تنقولوا مثلا ما كنبغيوش المطيشه ولا البصله تطيب بزاف، كنبغيو غير تسخف، زعما غير يبان فيها شويه ديال الطيب كنقول هاد الكلمه ديال يسخفوا. المهم ضحكتكم داك النهار بصحتكم وراحتكم. وفي نفس الوقت كي شفتوا حنا كنديروا معها الكفته كنخليوها حتى تشحر، وقبل ما كنحطوها كنحطوا فوقها مطيشه، عاد من بعد من كيقرب يأذن كنسخنهم كنحطوهم. دونك طريقه سهله وكتجي بها بنينه. كاينين البنات اللي كتبوا لي في لي كومونتير كي دخلوها الفران حتى هي كتجي مزيانه. وفي نفس الوقت البنات راني درت المملحات كيسخنوا لانهم اسهل حاجه واجدين، غادي غير نسخنهم ونحطهم. غادي نمشي دابا باش نحط الطبله. عرفتي فاش كتكوني مزروبه حاولي تحطي معينات زوينين، كوني متاكده اي حاجه حطيتيها غادي تعجبك وغادي تاكليها وغتكوني فرحانه. راكم عارفين العين كتاكل قبل سيختو في رمضان، راه كنبقاو نوجدوا ونحطوا وفي الاخر كتاكلي غير شويه من الحاجه. نفس الحاجه مع المعان، قد ما حطينا معينات متولين كوني متأكدة أنك غتحطي طبيلة وانتي فرحانة.
اي فوالا. دونك اخر حاجه غادي نشعل على الكفته، نخليها غير تسخن شويه وغادي نحطها، وهذا هو فطورنا. دونك هذا النهار درنا فيه كل شيء، جمعنا فيه الدار وجدنا فيه الكاطو ووجدنا فيه كذلك فطور. فتنتيا تحمسي وديري جو في الدار ديالك وخلقي ديك لومبيونس اللي غتخلي وليداتك والعائله ديالك فرحانه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليتكم في امان الله.